والبالغ عددها 22 دولة، وتعتبر كذلك اللغة الرسمية في أكثر من 25 دولة حول العالم. اللغة العربية ليست مجرد لغة، إنها لغة تخزن بين حروفها الكثير من أسرار التاريخ، وتخبئ بين طياتها كنوزا لحضارات عظيمة عبرت وحفرت آثارها على صخور الأجداد، وتركت لنا إرثا عظيما، وخطت حروفها من ذهب، ونطقت بأنفس الجواهر على ألسنة الكثيرين من علماء اللغة والشعراء والأدباء والمؤرخين. إذا فلنبدأ بالاحتفال بها والاحتفال من خلال فقرتنا الأولى، وهي عرض عن اليوم العالمي للغة العربية مع صف تروازيام سا. وصل عدد الخطوط في العصر العباسي إلى أكثر من 80 خط،
وذلك شاهد على تقدم الزخرفة والفن بجانب خط. فظهر خط كذلك يدعى الخط المقرمط، هو خط ناعم جدا. عصر الأندلس، الخط الأندلسي. في الأندلس لا يزال الخط العربي يحكي قصة الفن والإبداع الإسلامي العربي الذي وصل إليه الخط في الأندلس حتى يومنا هذا، كما يشهد على ذلك قصر الحمراء وجامعة مطر. عصر الدورة الفاطمية الخط الكوفي الفاطمي. كان الخط العربي في العصر الفاطمي ذو شأن كبير، فقد كتبه المصريون على القباب والمآذن وفي المساجد والقصور. عصر الدولة العثمانية الخط العثماني. انتقل الخط العثماني وراثة عن مدرسة تبريز والتي ازدهرت في الخط وفي صناعة الكتاب. الخط الحديث خط التاج. حتى بعد سقوط الدولة العثمانية استمر الخط العربي في التطور في العصر الحديث باختراع أنماط وخطوط جهينة منها خط التاج. من الأماكن الأثرية التي احتوت خطوطا رائعة لدينا قبة الصخر. الزخرفة الداخلية لقبة الصخرة إحدى أقدم ما كتب من الخط العربي والذي أطلق عليه اسم الخط الجليل. لدينا أيضا الجامع الكبير في إصفهان في إصفهان جامع الإيمان وكسوة الكعبة والحرم النبوي الشريف بالمدينة. الخط العربي والفن. يبدع الفنانون في رسم لوحات فنية رائعة باستخدام الخط العربي إلى يومنا هذا. تأثر الخط العربي بالتكنولوجيا الحديثة. عدد الخطاطين تضاءل إلى حد كبير بعد ظهور أدوات الكتابة والنسخ والطبع الحديثة. الاستنتاج. في الختام، الكتابة العربية هي إرث ثقافي غني على مر الزمان، معبرة عن تنوع وإبداع الحضارة العربية، سواء تم استخدامها في الخط العربي أو الفن أو الأدب أو التصميم، فإنها تظل شكلا قويا ومعبرا يرمز إلى الثقافة العربية. شكرا لاستماعكم. Thank you.
فهي الرجاء الناطق بالذات، وتقارب الأرواح ليس يضيف بين ديار بعض الأجساد. أفما رأيت الشمس وهي ضعيفة تهدي الشعاع لأنجد الموئات؟ أنا كيف ستمت أنا أرى الأنام أحبتي والقوم قومي والبلاد. كلمة كانت في البدء تاج الأمجاد العربية، من شمس جمعت من قمر باقت أحرفها الذهبية. كلمة كانت في البدء تاج الأمجاد العربية، من شمس جمعت من قمر باقت أحرفها الذهبية. الفكرة كانت مذ كانت زهرة أنوار.